السلام عليكم وتحية طيبة لكل متتبعي هذه القناة. على غير العادة افتتحنا هذا الفيديو بهذا الأذان. كنظن هذا الأذان ليس في بلد إسلامي وليس في أي دولة عربية، وإنما هو في ألمانيا في مدينة تدعى دورن. وهذا الأذان يرفع لثلاث مرات في اليوم ومنذ أكثر من 20 سنة، وأظن القليل من يعلم هذا الأمر. لماذا اخترت هذا الموضوع اليوم؟ لأعلق على نقاش دائر حاليا بمدينة كولن أو كولونيا كما يعرفها المغاربة. هذه مدينة كولونيا قررت عمدتها ومنح المسلمين فرصة رفع الأذان كل صلاة جمعة، وهذا الترخيص لمدة سنتين. هذا الترخيص وهذا يعني الرغبة في رفع الأذان من المساجد أثناء صلاة الجمعة قُبل بموافقة من الجهات الرسمية في هذه المدينة، وقرروا أن يدخلوا في تجربة لمدة سنتين. والآن تنتظر الجهات الرسمية في كولونيا أن يقدموا المسلمون طلباتهم من أجل الحصول على هذه الرخصة. ومدينة كولن أو كولونيا هي مدينة معروفة بكثرة المساجد، وفيها يوجد أكبر مسجد في ألمانيا، وعدد المساجد بشكل عام يتجاوز 30 مسجد، ربما 35 مسجد في هذه المدينة. هذا الترخيص فتح نقاشا مرة أخرى بين مؤيد ومعارض هنا بألمانيا. وبطبيعة الحال من يتصدى ويعارض مثل هذه المبادرات هو الحزب البديل من أجل ألمانيا AfD، هذا الحزب العنصري المعارض والمعادي للمسلمين. وهناك بطبيعة الحال عدد من المثقفين ومن في العلن في وسائل الإعلام من يناقض ويعارض مصالح المسلمين أو تواجدهم أو أي مبادرة تسعى لإظهارهم في المجتمع أو لتواصلهم مع المجتمع.
المعارضين لهذه المبادرة يقولون بأن هذا شكل من إشكال أسلمة ألمانيا ونشر التطرف، وهذا الأذان يخاطب فقط الرجال، وأن هذا الأذان يكبر ويدعو إلى الصلاة بقول الله أكبر، والله هو إله فقط للمسلمين وليس إلها لليهود والنصارى، وبأن هذا الأذان هو سيكون مزعجا ويعني يخالف الأعراف والتقاليد التي تعود عليها الإنسان الألماني. هذو هم المعارضون. والمؤيدون يروا فيه شكل من أشكال التعايش والاعتراف بأقلية تتزايد يوما عن يوم في هذا المجتمع. وللإشارة فقط، فعدد المسلمين فقط في مدينة كولن يتجاوز 120,000 مسلم بأصول مختلفة بين عربية وغير عربية، وأغلبيتهم بطبيعة الحال هم من المسلمين الأتراك. لماذا افتتحت هذه الحلقة بهذا الأداء من مدينة ديرن؟ لأن هذه المدينة عايشت تجربة مخالفة على ما يروج في الإعلام اليوم. منذ أزيد من 20 سنة والأذان يرفع لمدة 3 مرات في اليوم في وسط المدينة، وهذا مسجد من المساجد المعروفة هناك، ترفع الأذان 3 مرات في اليوم، وكان هناك يعني تعايش مع هذا الأذان، بل حسب الاستطلاعات الرأي كل ساكنة هذه المدينة لم يشعروا يوما بأنهم تضايقوا أو انزعجوا من هذا الأذان في وقت. وللأسف نحن في دولنا العربية أو بعض الدول الإسلامية تتعالى بعض الأصوات التي تشمئز أو تبدي ضجرا من الأذان وصوت الأذان. هذا نقاش صحي بطبيعة الحال له أبعاد وخلفيات متباينة، كل يناقش هذه الظاهرة من حسب يعني توجهاته وأهدافه، سواء كانت سياسية عنصرية إلى ما إلى ذلك. ما أريد أن أقوله هنا وهذا هو التعليق الآن، صحيح أن يرفع الأذان هو شكل من أشكال التعايش مع المسلمين واعتراف بحقوقهم الدينية، لأن الدستور الألماني يكفل حرية التعبد لكل الأديان، هذا أمر مفروغ منه، لكن أنا شخصيا أراه بأنه نوع من أشكال الهروب إلى الأمام، و عدم منح المسلمين حقوقهم الحقيقية التي يكفل لهم الدستور، والاستعاضة فقط بمثل هذه الإشارات الرمزية. فالمسلمون في ألمانيا كما يعلم المقيمون في هذه البلاد ليست لهم وضعية الأقلية الدينية، لا يتمتعون بهذه الوضعية وغير معترف بهم كأقلية دينية، وعدم الاعتراف بكونك أقلية دينية في هذا المجتمع يجعلك لا تستفيد من الكثير من الحقوق التي تستفيد منها الأقليات الدينية الأخرى كاليهودية والمسيحية، بل لا تستفيد من تمويلات ضخمة يحصل عليها الكاثوليك والبروتستانت والإنفانجيليين واليهود، تتجاوز ملايير الدولارات سنويا. فأظن بأن المسلمين إذا ما أراد هذا المجتمع أن يعترف بهم فيجب أولا أن يعترف لهم بهذا الحق، حق الأقلية الدينية، ويعطيهم هذه الصفة، وهنا يبدأ الاعتراف الحقيقي بوجودهم إذا تساووا في الحقوق والواجبات في هذه المجتمعات. فنحن كمسلمين هنا لنا حقوق ولنا واجبات بطبيعة الحال،
لكننا نسأل في الغالب على الواجبات ولا نمنح تلك الحقوق ما عدا الحقوق الدستورية في المساواة وفي المواطنة. أما فيما له علاقة بالتعبد والحقوق الدينية فأظن بأن ألمانيا لا زالت في حاجة إلى خطوات وإلى ربما سنوات كي يصل المسلمون هنا ويعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الأقليات الدينية. جميل أن يرفع الآذان، لكن لا أظن بأن الآذان هو أولوية الأولويات بالنسبة للمسلمين. سأختم بهذا الآذان من مدينة تورن، وهو آذان يومي يرفع كل يوم 3 مرات. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. Yeah.